مولودية الجزائر عمق جراح شبيبة بجاية بعد المحاولة الأولى والكرة الثابتة من حشود الحارس البجاوي محمد سيدريك، أبعد هذه الكرة إلى غاية الدقيقة 40، وهذه الكرة من غازي لجاليط يفتح مدرف يعرقل من طرف المدافع لاريبي. الحكم من السيب دون تردد أعلن عن ضربة جزاء لفائدة مولودية الجزائر، نفذها الهداف جاليط بنجاح مسجلا الهدف الأول في المباراة والحادي عشر له منذ بداية البطولة، منحا تفوق لمولودية الجزائر في الشوط الأول هدف دون رد. مباشرة بعد بداية الشوط الثاني وبالضبط في الدقيقة 50 جغبالة ارتكب هو الآخر خطأ على دراج في منطقة العمليات، كلفه بطاقة صفراء ثانية وعليه البطاقة الحمراء. ضربة الجزاء نفذها زرارة بنجاح معدلا للنتيجة هدف في كل شبكة. نقص عددي لم يؤثر على معنويات لاعبي المولودية، وحشود كرته فوق العارضة. نلعب بالدقيقة 62، مترف إلى البديل ولي ثم مترف مرة أخرى يفتح بوغاش برأسية، الدفاع يتدخل يشير في المكان المناسب، تمكن من إضافة الهدف الثاني لمولودية الجزائر. نفس اللاعب يشير، وبعد تلقيه كرة من جاليط في الدقيقة 70 انطلق بمفرده رغم المضايقة من الصفر، تمكن من إضافة الهدف الثالث والثاني له في هذه المباراة. خمس دقائق بعد هذا الهدف زرارة نفذ ركنية دراج بالرأس، وتدخل المحكم للحارس شوشي أبعد هذه الكرة الساخنة. آخر محاولة لمولودية الجزائر كانت عن طريق اللاعب يشير، كرته لم تغير في النتيجة التي انتهت بتفوق مولودية الجزائر على شبيبة بجاية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. الحمد لله رانا في تحسن ورانا في استمرارية، وإن شاء الله نكملوا في هذا السيرة هذه بالفوز هذا، إن شاء الله نبقاو في مع في الرياضة هذه، نبقاو مع الأولين وإن شاء الله فيها طموحات.